بفندق الفيت الجميل تتواصل أشغال الجامعة الصيفية الأولى لتصدير واقتحام السوق الأفريقية في يومها الثالث على التوالي المنظمة من طرف منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات. كان هذا الملتقى أكيد للناس المهتمة أنها تقتحم السوق الأفريقية. لاحظنا يعني من خلال هذا الملتقى أو المنتدى أنه حضور القدر كبير من الشركات، من الناس اللي حابة تعرف كيفاش تدخل أو تقتحم السوق الإفريقي من خلال الإجراءات، ربما حتى التسهيلات وحتى التحديات اللي ربما يجدها المصدر أو يجدها المستثمر في أي بلد إفريقي. الجامعة عرفت مشاركة مختلفة من رجال أعمال وممثلي شركات خاصة ومدراء لشركات وطنية مختصة في التصدير، بالإضافة إلى هيئة الجمارك التي تعتبر أحد الهياكل المهمة في عملية تصدير المنتوج. التصاريح الجمركية المؤقتة يمكن كذلك كاستثناء للتصاريح الجمركية المفصلة، يمكن اكتتاب تصاريح جمركية مؤقتة عند التصدير في حالة عدم اكتمال ملفات التصدير. هذا الملتقى كان طريريش في لي ديبا تاعو لي زوبيراتور ايكونوميك، هذوما كان عندهم اسئله في محلها، وحنا درنا الماكسيموم باش نجاوبوا على الاسئله. هذه كانت مناسبه لتبادل الاراء والخبرات بين المتعاملين الاقتصاديين، وكانت ثريه بالمداخلات التي ودل على شيء ودل على اهتمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بأهمية التصدير. هذا وتتواصل الجامعة الصيفية الأولى إلى غاية الواحد من جويليا لتختتم بمجموعة من التوصيات على أمل رفع التحديات لاقتحام السوق الأفريقية.